مرحبا كروكومايل، ماذا تفعل ببراميل النفط هذه؟ كروكومايل، النفط يتسرب. أو لا، النفط يلوث المحيط. واو، يا لها من لفة رائعة. أو لا، النفط ينتشر باتجاه القرش. ابتعدوا عن النفط أيها الخارق، هناك تسرب للنفط في المحيط. النفط يضع القرش في خطر. حان وقت التحول. القارب الخارق جاهز لإنقاذ القرش. لنبدأ بسمكة القرش الأولى. أو لا، القرش ليس سريعاً بما يكفي، النفط سيصل إليه. أيها الخارق، استعمل شبكة الصيد لنبعدك عن النفط. أنت الآن آمن. بقي هناك سمكتا قرش يجب إنقاذهما. لننقذ القرش الثانية. أو لا، النفط يغلق طريقنا. حركة حلوة، اصعد أيها القرش. ضع حزامك أيها القرش، القارب الخارق على وشك الطيران. لنأخذ القرش إلى منطقة آمنة. الصغير محاط بالنفط، إنه يقترب منه. لا يمكنك الوصول للصغير كقارب. وقت التحول. المروحية الخارقة ستنقذ صغير القرش. لا تقلق صغيري، الخارق هنا. هيا قرش الصغير، أمسك بالزلاجة. أمل أن لا يكون مؤلماً. تم إنقاذ عائلة القرش رسمياً. ما زال علينا تنظيف المحيط أيها الخارق. وقت استعمال ST 3000. بهذا الشفاط الخارق يمكنك تنظيف المياه. أحسنت عملاً أيها الخارق. انظر هناك، إنه كروكومايل. ما زال يقذف المخلفات في المحيط. احترس أيها الخارق. أو لا، الخارق يغرق. كروكومايل يدفع ثمن أخطائه أيضاً. انظر هناك أيها الخارق. لقد أنقذك القرش أيها الخارق، لكن أين كروكومايل؟ القرش الصغير يريد التأكد أن كروكومايل لن يضر الطبيعة بعد اليوم. ماذا يحدث في هذه الغابة؟ الحيوانات تتضخم في الحجم. دكتور زيج، عليك أن تهرب. هناك حيوانات عملاقة في الغابة. انظر، هذا النمر الصغير ما زال محتفظاً بحجمه. لقد فهمت، هذه إحدى خططك الشريرة دكتور زيج. أو لا، الحيوانات العملاقة تدمر مدينة السيارات. إذن كانت هذه خطتك طوال الوقت دكتور زيج. أيها الخارق، مدينة السيارات تحتاج مساعدتك. عليك إيقاف دكتور زيج.
هذا صحيح دكتور زيج، الشاحنة الخارقة خلفك. أو لا، العنكبوت يتوسط الطريق ولا يبدو مسالماً. عليك التفكير بسرعة أيها الخارق، دكتور زيج يبتعد. الحمد لله، كان سيصيبك. أحسنت عملاً أيها الخارق. أيها الخارق احترس، الدجاجة والكتكوت يغلقان طريقك. ماذا تفعل؟ هل فقدت صوابك؟ واو، أيها الخارق، لم أعتقد أنك ستنجح في ذلك. اهرب أيها الخارق، إنهما يتبعانك. كان ذلك مخيفاً جداً. لو كنت مكانك لن أضحك كثيراً دكتور زيج. هذا صحيح أيها المجنون، لا يمكن أن تهرب من الشاحنة الخارقة. أي، لابد أنه قد آلمك. يبدو أن دكتور زيج سيحتاج بعض الراحة. أعتقد أنك لم تكن الوحيد الذي يلاحق دكتور زيج أيها الخارق. ماتيلدا ستتابع موضوع دكتور زيج أيها الخارق. عليك إرجاع الحيوانات إلى حجمها الطبيعي. أيها الخارق، لما هذه البندقية؟ بندقية تصغير؟ فكرة رائعة. حسناً، هيا بنا، لا وقت لدينا. عملاً أيها الخارق، الآن بقي لدينا فقط ها هو. عليك البقاء هادئاً، إن لم تتحرك لن يهاجمك. أيها الخارق، حان وقت إرجاع النمر إلى حجمه الطبيعي. لكن ما زال هناك ما نفعله. هذا صحيح دكتور زيج، ما زال هناك الكثير من الدمار الذي عليك إصلاحه. حان وقت إرجاع الحيوانات إلى موطنهم الأصلي. كل شيء بخير مجدداً، والفضل يعود للخارق وأصدقائه. مرحباً كارل، مرحباً كيري، يوم مرعب اليوم. هالوين سعيد، يبدو أنكما مستعدان لحفلة الهالوين. أنا متأكدة أنكما تريدان تجربة هذا الكبكيك اللذيذ الآن، أليس كذلك كارل؟ هناك بعض الفتات على وجهك. الجانب الآخر، لقد كشفتك. أحدهم يحتاج مساعدتك كارل، عليك التوجه إلى البيت فوراً. هذا بن، إنه يرتدي ملابس الهالوين. ماذا يفعلون في موقع البناء؟ أوه، كان يحكي قصص الأشباح للصغار. ما هذا؟ المصعد يتحرك بمفرده. لا يمكنهم استعمال المصعد والسلم مغلق. هل يمكنك المساعدة كارل؟ في الأعلى هناك، انتظروا يا رفاق، الخارق هنا للمساعدة. ما زلت تسمع الأصوات المزعجة بن؟ هذا ليس رعداً، يجب إنزال بن والصغار عن هذه المنصة بأسرع وقت ممكن أيها الخارق. هل من أفكار لكيفية إنقاذهم؟ سيارة ناقلة خارقة، رائع.
شيء ما أو أحد ما يصعد في المصعد. يا إلهي، المصعد اقترب من الوصول إليكم. أسرعوا يا صغار، اصعدوا على الناقلة. يا رفاق، اذهبوا مع الشاحنة الناقلة الخارقة. بن سيحاول حل هذا اللغز المخيف. بن، انظر خلفك. يا إلهي، إنه مصاص دماء حقيقي. أيها الناقل الخارق، افعل شيئاً. مظلة إستي 3000، تفكير رائع. بسرعة بن، اقفز. إنه ليس مصاص دماء بعد كل هذا، إنه جيري في ملابس العلوين. شكراً لمساعدتك لنا اليوم أيها الخارق. لم نرى أكثر رعباً من هذا الهالوين. استمتعوا بتناول الكب كيك والعصير يا صغار، يكفينا رعباً اليوم، أليس كذلك؟ هالوين سعيد. انظروا الحلوى. أحسنتم عملاً. واو، ما هذا؟ مذنب؟ سرقت حلوياتنا، لنتصل بالشاحنة الخارقة. كارل، شيء ما سرق الحلوى من الأطفال، إنهم على الشاطئ، من فضلك ساعدهم. أتساءل كيف يمكننا إيجاد الحلوى المفقودة؟ نعم، هذا ما يلزمنا. نحن بحاجة إلى محقق. نبحث عن حلوى الهالوين المفقودة. أوه، انظروا.
روكي على شكل بيكاتشو يقوم بعمل مقلب علينا. حسناً صغيري روكي، هذا يكفي، اهبط هنا للأسفل. الصغير روكي سيتحطم. أمسكنا بك. أحسنت عملا أيها الخارق. هالوين سعيد أصدقائي. إنه الهالوين في مدينة السيارات، الجميع مشغول في الخدعة أم الحلوى. مرحبا يا صغار، أزياء جميلة. ما هذا؟ أوه لا صغاري، هل سرقت حلوياتكم؟ كروكوماين. إنه يبتعد. كارل، لنقبض عليه. انظر إنه هناك. مدحلة بخارية، اختيار موفق. مرحبا بن، هل رأيت كروكومايل؟ هل لديك خطة أيها الخارق؟ لنستعمل إستي 3000. ما
مروحية موجهة. خمنوا من عاد يا صغار. أحسنت عملاً أيها الخارق، لقد أنقذت يوم الهالوين حقاً.